نشرة الأخبار من النبأ والبداية بالعناوين. توتر أمني في منطقة 27 على الطريق الساحلي وبلدية المايا تطالب الأطراف بضبط النفس. منظمة العفو الدولية تتهم الحكومة المقترحة بمسؤوليتها عن جرائم خطيرة تجري في ليبيا. مبعوث الأمين العام للجامعة العربية يقول أن ليبيا قد تضطر إلى سن دستور جديد يتلائم مع متطلبات المرحلة. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم قوة حماية جنزور أحمد عبد الجليل أن حركة السير بالطريق الساحلي غرب المدينة طبيعية. وقال عبد الجليل في تصريح للنبأ أن هناك تمركزات للأجهزة الأمنية التابعة لهم بعد ورود معلومات حول تحشيد عسكري بالقرب من بوابة 27. أضاف المتحدث باسم القوة أنه لا توجد لديهم أي نية لإغلاق الطريق الساحلي، والأمر متروك لآمر المنطقة العسكرية طرابلس وفق قوله. من جهته نفى مسؤول مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن الزاوية تامر الفيتوري إغلاق الطريق الساحلي من جهتهم. وأوضح الفيتوري في تصريح للنبأ أن الطريق من جهة الزاوية مفتوح بشكل كامل وتعبر منه المركبات دون أي عوائق. أفاد المسؤول بعدم وجود أي حشودات عسكرية أو تحركات غير عادية لمسلحين على الطريق الساحلي زوارة. هذا وأعلن المجلس البلدي للمايا غرب العاصمة استنكاره ورفضه القاطع للتحشيدات العسكرية على إطار المنطقة من جميع الاتجاهات. وأوضحت البلدية في بيان لها الجمعة أن التحشيدات تندرج ضمن ما وصفتها بالمشاريع الخفية التي تعمل على زعزعة أمن المواطنين واستقرارهم. وطلبت البلدية الجماعات المسلحة بضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية، كما دعت الحكومة المقترحة إلى أداء مسؤولياتها واستلام إدارة البوابات الواقعة داخل حدود المسؤولية لمديرية أمن شفار. وكانت الغرفة العسكرية الزاوية وسرايا كتائب الثوار نظموا استعراضا مسلحا ببوابة الزاوية الشرقية. وبحسب مراسل النبأ فقد طالبت الغرفة العسكرية التابعة لأمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي بانسحاب قوات عماد طرابلسي من الطريق الساحلي. وأوضح المراسل أنه جرى إعطاء قوات طرابلسي مهلة حتى السبت لتنسحب من الطريق. هذا الاستعراض طبعا رسالة إلى القوة حسب أفادت المصادر العسكرية في مدينة الزاوية، القوة المتواجدة الآن في الطريق الساحلي من منطقة الفرسان أو ما يعرف بوابة الفرسان ومتواجدة في منطقة الشتان 27 التي يطالبون فيها الانسحاب بهذه القوة. بعد جهود يعني بعد أعطاه المهلة اللي تنتهي يوم السبت يوم الغد السبت هي آخر يوم في المهلة. أفاد أحد أعيان التبو محمد صندو بأنهم أكدوا لوفد الرئاسي المقترح ضرورة تسليم المواقع الأمنية والعسكرية في سبها لقوى محايدة بغية إنهاء الأزمة في المنطقة. أضاف صندو في تصريح للنبأ أن جهود الرئاسي المقترح في المصالحة بسبها تعثرت بسبب امتناع ممثلين عن قبيلة أولاد سليمان عن لقائهم لأسباب غير معلنة. وأشار إلى أن لجنة من أبناء الجنوب تعمل على التنسيق بين الأطراف المتنازعة بهدف تقريب وجهات النظر وإنهاء الأزمة. هذا وانهت اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي المقترح بشأن الجنوب زيارتها إلى مدينة سبها دون أي نتائج. وأوضح مصدر من الوفد الذي زار المنطقة خلال اليومين الماضيين للنبأ أن الزيارة تمحورت حول الاستماع إلى الأطراف المختلفة في المدينة والاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها.
وأضاف المصدر أن اللجنة ستقوم بإطلاع المجلس الرئاسي المقترح على نتائج جولتها من أجل الإعداد إلى زيارة أخرى والبدء في خطوات عملية على الأرض حسب تعبيره. إلى ذلك أكد المتحدث باسم لجنة الأزمة بحي الطيوري في سبها حسين كويري استقرار الوضع الأمني في المدينة. وقال كويري للنبان زيارة لجنة المجلس الرئاسي المقترح للمدينة جاءت متأخرة، خاصة وأن الوفد لم يتوصل لحل جذري لعدم وجود جيش أو حكومة حقيقية تشعر المواطن بالأمان وفق قوله. وأشار كويري إلى أن أهالي الجنوب تأثروا بشكل كبير بالأوضاع الراهنة واصفا إياها بالمؤسفة. من جهته قال رئيس لجنة عيان وادي الشاطئ محمد العجلي أن الحلول في منطقة الجنوب لا تأتي إلا بوجود الدولة. وأضاف العجيلي في اتصال مع النبأ أن حالة التوتر في الجنوب تقع ضمن إطار الحالة الليبية، وأن الجهود المبذولة هي ما أسفرت عن الانفراج الحالي. وأشار العجيلي لأن عموم الناس لا تريد الحرب، وأن مؤشرات التوافق بين الفرقاء في سبها تصل إلى 50% حسب وصفه. في سياق متصل أشار الناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي لأن المركز استقبل جثة تعود لعامل إفريقي. وأوضح الوافي في تصريح للنبأ أن العامل قتل جراء سقوط قذيفة هاون على مقر عمله يوم الخميس، وجرى التحفظ على جثته في المركز بسبب عدم التعرف عليها من قبل النيابة العامة. وأضاف الوافي أن حصيلة الاشتباكات في سبها منذ الرابع من فبراير الماضي بلغت 8 قتلى و35 جريحا. اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة المقترحة بمسؤوليتها عن جرائم خطيرة تجري في ليبيا وتقاعسها في إخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة. وذكرت المنظمة في خطاب مفتوح رفقة 18 منظمة حقوقية أن مجموعات تابعة للحكومة المقترحة وأخرى تابعة لميليشيات الكرامة ترتكب انتهاكات جسيمة، من بينها ارتكاب عمليات تهديد واعتداءات بحق مدنيين وصحفيين ومهاجرين غير شرعيين. وطلبت العفو الدولية الحكومة المقترحة باعتماد آلية تحقيق دولية تمنع ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، ذلك لضمان التزامها بالتحقيق في الجرائم الخطيرة. إلى درنا، حيث طلبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان رفع الحصار التي وصفته بالإجرامي على المدينة فورا ودون أي شروط. وقالت المنظمة خلال كلمة لها في الاجتماع 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف إن كافة مقومات الحياة من وقود وغذاء ودواء نفذت بسبب تجديد الميليشيات الحصار على المنافذ البرية للمدينة ومنعها من دخول المواد الأساسية للسكان. حمل الناطق باسم المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي السني في ليبيا الشيخ جمعة السرار حمل عارف النايض المسؤولية عن البيان المزور الذي تداولته قناة ليبيا روحها الوطن. وأفاد السرار في تصريح لقناة النبأ بأن الهدف من بث البيان خلق الفتنة والترويج لعارف النايض في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنهم إن أصدروا بيانا فالأولى أن يكون بخصوص انتهاكات التيار المدخلي في بنغازي من اختطاف وقتل للمشايخ وتشريدهم بحسب قوله. وشدد الناطق باسم المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي السني في ليبيا على وحدة الدم الليبي، وأكد في مدخلة سابقة على قناة النبأ أن صوفية إن أصدرت بيانا فالأولى أنه سيدين انتهاكات الميليشيات في المنطقة الشرقية بدلا من الحديث عما يفرق الشعب الليبي.
المجلس لم يجتمع ليصدر بيانا هذا الذي رأيناه منشور على صفحاته الذي نشره أو نشرته قناة ليبيا روح الوطن، ونحن نحمل صاحب هذه القناة المسؤولية على تزويره بيانا باسم هذا المجلس، والمجلس يتبرأ من هذا البيان. وإن كان للمجلس بيانات فالأولى أن يكون البيان لنمي ووحدة شمال ليبيا، أو أن يصدر بيانا عما يحدث في شرقنا الحبيب وما يتعرض له إخواننا وأحبابنا وشيخنا هناك وزوايانا التي دمر بعضها وهجر بعض مشايخها خارج بنغازي. قال مبعوث الأمين العام للجامعة العربية لليبيا صلاح الدين الجمالي إن الدولة الليبية الجديدة قد تضطر إلى سن دستور جديد يتلائم مع متطلبات المرحلة في ليبيا. وأرجع الجمالي في حواره مع جريدة الشرق الأوسط الجمعة سبب ذلك لأن فئات كثيرة من الشعب غير موافقة على بعض مضامين مسودة الدستور، معتبر رفض أعضاء في مجلس النواب للمسودة أمرا طبيعيا. وأضاف الجمالي أن طرح مسودة الدستور بوضعها الحالي للاستفتاء قد يزيد الوضع توترا لكونه شيئا جديدا في الحياة السياسية في ليبيا على حد تعبيره. نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. إيطاليا تستعد لنشر قوات لها في النيجر للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ذكرت صحيفة لانوفا إيكولوجيا الإيطالية أن روما تستعد لنشر أكثر من 470 جنديا في النيجر للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا. الصحيفة أوضحت أن الدفعة الأولى من القوة الإيطالية ستتكون من 120 جنديا، كما سيجري إرسال بقية القوة في مطلع شهر يونيو القادم. وبحسب الصحيفة فإن القوة ستعزز ب 130 عربة عسكرية وطائرتين بقيمة 50 مليون يورو تقريبا، وستتولى القوة نفسها أنشطة تدريبية لوحدات الحدود النيجيرية للحد من تدفق المهاجرين نحو ليبيا. في موضوع الهجرة أيضا، قال مبعوث مفوضية شؤون اللاجئين المعني بالبحر الأبيض المتوسط فينسنت كوشوتيل إنه من المقرر أن يصل 42 لاجئا من ليبيا إلى سويسرا مطلع أبريل المقبل. وأوضح كوشوتيل في تصريح لموقع سويس إنفو إن نقل المهاجرين جاء ضمن عملية طارئة لإخلاء المهاجرين المهددين من مراكز الاحتجاز في ليبيا، وأغلبهم من النساء غير المتزوجات. وأضاف المسؤول الأممي أن سويسرا تدرس استقبال المزيد من اللاجئين ليصل العدد إلى 80 لاجئا يتم نقلهم من ليبيا عبر النيجر. أعلنت إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات بدأها مشروع تحسين الاتصالات في أرجاء البلاد بقيمة 1,700,000,000 دولار. وأفاد رئيس الإدارة فيصل قرقاب في تصريح لوكالة رويترز بتوقيع الشركة عقدا بنحو 80,000,000 دولار مع شركة عربسات لتوفير خدمات القمر الصناعي البديل، إضافة إلى مراقبة الحدود لفترة 15 عاما. وأوضح قرقاب أن مشروع القمر الصناعي يحتاج نحو 18 شهرا لكي يكتمل، فضلا عن جلب المعدات اللازمة كالبطاريات والمولدات للتعامل مع قطاع التيار الكهربائي في فترة الصيف. أرسل اتحاد المصدرين السوريين التابع لنظام الأسد أول سفينة شحن محملة ب 300 طن من الألبسة والمواد الغذائية إلى المنطقة الشرقية. وقالت وكالة الأنباء السورية الموالية للنظام إن هذه الشحنة سبقها اتفاق تجاري بين وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري مع نظيره في الحكومة المؤقتة.
وأضافت الوكالة أن اتفاق الوزيرين يقضي بفتح خط تجاري بين سوريا والمنطقة الشرقية، ذلك عقب مشاركة عدد من التجار في معرض أقيم في دمشق الشهر الماضي. أكد بلدي غريان استعداده لإجراء انتخابات جديدة لمجلس المدينة بعد انقضاء مدته القانونية في أبريل المقبل. وجاءت في رسالة بالحساب الرسمي للمجلس وجهها لوزارة الحكم المحلي بالحكومة المقترحة مطالبته بالاستعجال في بدء التجهيزات للانتخابات البلدية عند انقضاء مدته القانونية المدة القادمة. ودعا المجلس البلدي لغريان كافة مكونات المدينة للتكاتف لمطالبة الجهات الرسمية بسرعة الاستجابة لمراسلاته، نافيا أن تكون لديه النية لتمديد ولايته بعد انقضائها. قررت لجنة انتخابات المجلس البلدي بالزاوية تمديد فترة تسجيل الناخبين حتى 29 من الشهر الجاري. قال رئيس اللجنة الإعلامية بلجنة الانتخابات أسامة الكابول النبأ، قال إن التمديد سببه ضعف إقبال الناخبين على التسجيل، إذ بلغ عدد المسجلين حتى اليوم قرابة 5000 ناخب فقط. ويشار إلى أن باب تسجيل الناخبين في انتخابات بلدي الزاوية كان من المقرر له أن يغلق في 22 من مارس الجاري. وإلى زوارة، حيث أقيم المهرجان الخامس للطفولة تحت شعار الطفولة بألوان الطيف، وذلك بإشراف فريق الدعم النفسي والاجتماعي وبالتعاون مع مدرسة نجمي الجندوز لذوي الاحتياجات الخاصة. تفاصيل عن المهرجان في سياق التقرير التالي. الطفولة بسمة بريئة ارتسمت على محيا كالملائكة، وحياة بسيطة خالية من المشاكل والهموم، عالم وردي تملأه الأحلام السعيدة، تكسوه القلوب البيضاء المسامحة والعفوية في كل شيء. تحت شعار الطفولة بألوان الطيف يقام مهرجان الطفولة الخامس لعام 2018 الذي خصص لرياض الأطفال العامة في مدينة زوارة. نسعى أن نقدم الأفضل لهؤلاء الأطفال. في هذا اليوم أنا خصصت شريحة اللي هي بعد الحرب، بعد من مواليد بعد 2011-2012، نحاولوا هذه الشريحة المظلومة في ليبيا واللي هي ما اخدتش حقها في هذا الضخم السياسي وهذه الفوضى الموجودة في داخل هذا الوطن، نحاولوا أن احنا نرفعوا عليهم ونحاولوا نطلعوهم الجو العام الموجود في داخل البيوت، في داخل شاشات التلفزيون، في داخل الوطن بصفة عامة. تضمن المهرجان عدة فقرات فنية قدم من خلالها الأطفال استعراضا بالأزياء التقليدية والرقصات الشعبية وسط بهجة وسرور. أقيم المهرجان بإشراف فريق الدعم النفسي والاجتماعي بزوارة وبالتعاون مع مدرسة نجم الجندوز لذوي الاحتياجات الخاصة. قدم المشاركون في المهرجان عددا من المهارات الإبداعية والفنية والأدبية للأطفال، ما يعزز من ثقافتهم ومعرفتهم ويحفز لديهم الرغبة في التعلم والإبداع. نحاول هذا الطفل نصلحه من النفسية متاعه ومن أثار الحرب، لأن الحرب لها أثار. مش احنا توا في 2011 فوجهنا سلاحنا موجود في حرب آخر، حرب يدمر الناحية النفسية للطفل. هذا ما نحاول نحن كفريق الدعم النفسي الاجتماعي أن نعالج هؤلاء الأطفال من خلال اللعب، من خلال الموسيقى، من خلال الترفيه لهؤلاء الأطفال، من خلال أن نعطي لهم مساحة من الأمل لليبيا الغد وليبيا الأفضل. في ختام المهرجان كرمت بعض الشخصيات لقيامها بعمليات مميزة في المدينة. نهاية النشرة وأبرز ما جاء فيها. توتر أمني في منطقة 27 على الطريق الساحلي، وبلدية المايا تطالب الأطراف بضبط النفس. منظمة العفو الدولية تتهم الحكومة المقترحة بمسؤوليتها عن جرائم خطيرة تجري في ليبيا. مبعوث الأمين العام للجامعة العربية يقول إن ليبيا قد تضطر إلى سن دستور جديد يتلائم مع متطلبات المرحلة. وإيطاليا تستعد لنشر قوات لها في النيجر للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا.
يمكنكم متابعة هذه الأخبار وأكثر عبر موقع النبض تي في وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.